السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: إعلان أمريكي بهجوم يمني على مدمرة في البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعرض إحدى مدمراتها لهجوم شنته قوات صنعاء في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المدمرة USS ماسون تعرضت إلى هجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن في البحر الأحمر بالتزامن مع هجوم ثان بطائرة مسيرة، مشيرة إلى اشتباك القوات الأمريكية مع طائرة مسيرة في البحر الأحمر. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تطلقها قوات صنعاء تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سحبت في وقت سابق اليوم المدمرة التابعة للبحرية USS كارني من البحر الأحمر، حيث قال موقع أطلس نيوز الأمريكي نقلا عن البحرية الأمريكية إن المدمرة USS كارني عادت إلى الولايات المتحدة بعد انتشارها الذي وصفته بالتاريخي قبالة سواحل اليمن. وذكرت البحرية الأمريكية أن المدمرة كارني شاركت في العديد من العمليات من عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات بدون ضيار. وقال الموقع بينما تم نشر السفينة USS كارني في البداية في المنطقة مباشرة بعد أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول لتعزيز جهود الردع الإقليمية، سرعان ما أصبحت واحدة من السفن الرائدة في العمليات ضد قوات الحوثيين في إدار عملية حارس الازدهار، مشيرا إلى أن المدمرة USS كارني شاركت في 51 اشتباك خلال انتشارها في البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.